ايباد. اعزائي المشاهدين، بعدما شاهدنا التقرير نعود الان الى الاستوديو. ارحب بضيفي زميلنا وصديقنا الدكتور ظافر العجمي. اهلا بك دكتور ظافر، المدير التنفيذي لمجموعه مراقبه الخليج، ومعنا في على الهاتف من واشنطن المحلل الحصري بنفسه قبيله الارض الحزب الجمهوري ومستشار شركة ماريديان في واشنطن خالد صفوري. قبل أن أذهب إلى أسئلة ضيفية، خلنا أشوف بس تغريدات ترامب المهمة خلال الساعات القليلة الماضية. طبعا عندنا هنا تغريدة لترامب يهدد شركة تويوتا أكبر شركة سيارات في العالم التي كانت تنوي بناء مصنع لسيارات كورولا في المكسيك بأنها إذا لم تبني في أمريكا فسيفرض عليها ضرائب باهظة عبر الحدود. يعني هذا طبعا تحذير ل وشركة تويوتا خسرت كما يقول التقارير مليار و200 مليون دولار خلال دقائق من هذه التغريدة. تغريدة ثانية يهاجم فيها أرنولد شوارزنيجر اللي أخذ مكانه في أبرنتس، البرنامج أبرنتس. تغريدة مهمة أمس أيضا عن أنه سيطلب من رؤساء اللجان في مجلسي النواب والشيوخ بالتحقيق في الاستخبارات كيف وصل لان بي سي ان الروس احتفلوا بفوز ترامب قبل ان يصل هو او يقرا هو هذه المعلومه من الاستخبارات الامريكيه. هذه سلسله من تغريدات ترامب خلال الساعات الماضيه الذي ينتقد فيها او يحمل الفشل في بسبب الاختراق الالكتروني، لم يذكر روسيا، لمؤسسه الحزب اللجنه الوطنيه للحزب الديمقراطي بسبب عدم كفاءه الحصانه والحمايه عند اللجنه الوطنيه للحزب الديمقراطي. وايضا في اخر تغريده له يطالب بان تكون علاقه متميزه مع روسيا، عندما يصبح رئيسا ستحترمنا روسيا اكثر مما تحترمنا الآن. إذن تغريدات مهمة نأخذ فيها خالد وتعليقك على هذه التغريدات، وهل هذه التغريدات مؤثرة في اعتقادك وكيف تقرأ من قبل الخصوم الحلفاء وخاصة في الحزب الديمقراطي؟ لا شك أنه ترامب كثير التغريدات تعلم معظم السياسيين لا يأخذونها على محمل الجد، لأنه كثيرا ما يسحب هذه التغريدات أو يناقضها. في هذا الأسبوع قام بالتشكيك بتقرير الاستخبارات الأمريكية حول التجسس الروسي، وعندما هاجموا أصدقاء الجمهوريين أو أعضاء الحزب الجمهوري والإعلام الأمريكي اتهمهم بالكذب وادعى أنه لم يقل ما قالوا، وبالتالي أعتقد أصبح هنالك عادة في أسلوب التعامل مع ترامب، فالجميع يتعامل معه بتهكم، خصوصا أنه حتى الآن يتصرف كرئيس ولا زال لا يمر الموضوع بدون أن يرد عليه سواء عن طريق تويتر أو التعليق على التلفزيون. فأعتقد أنه الناس بدأت تتعود وبدأت تجهز نفسها لأربع سنوات من هذا الأسلوب الصبياني. دكتور ظافر، ما هي قراءتك أنت لتغريدات ترامب، خاصة فيما يتعلق أن هل تحول الآن تويتر إلى المنصة الرئيسية لإعلان للداخل الأمريكي والخارج الأمريكي مواقف إدارة ترامب القادمة، وخاصة قراءتك حول يعني عدم أخذ على محمل الجد الاتهامات الخطيرة التي واجهتها أجهزة الاستخبارات الأمريكية لتدخل روسيا وبوتين شخصيا للتأثير على الانتخابات لمصلحته وضد كلينتون؟ اولا امسيك بالخير انت ومشاهديك الكرام. سؤالك له جانبين، الجانب الاول هو استخدامه لتويتر. تويتر استخدموا الروس ايضا في هذه الحمله، استخدموا محطه قناه ART، استخدموا الاتاكس بالهاكرز، استخدموا تويتر ايضا من ضمن الحمله لتشويه سمعه كلينتون لصالح ترامب. النقطه الثانيه أن الزمن يعيد نفسه، لماذا هو لا يحب أن يدين بوتين فجأة أو لم يسارع إلى إدانتهم؟ لسبب بسيط، نحن نعيد سيناريو نيكسون عندما تمت التجسس في ووترغيت على مقر الحزب الديمقراطي فتم الإجبار على الاستقالة. الآن لو حدث كان فضيحة من الداخل الحزب، لو حدث أن وجد
دليل بحجم شعره بين أن ما قاموا به الروس كان يخدم ترامب بموافقته بأي درجة، هذا يعني انتهاء الرجل سياسيا. صحيح، بس في نقطة مهمة دكتور ضاف تؤيد كلامك، أن التقرير أنا قريت بجزء منه اللي هو 25 صفحة في PDF، ولكن في نقطة مهمة أن التدخل الروسي لم يؤثر على نتيجة الانتخابات، وهذا اللي استخدمها ترامب ليشن يعني هجوم مضاد يقوي موقفه على الديمقراطيين. نعم. ايضا 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 التجسس تم حتى على الجمهوريين، يعني من ضمن التقرير انا قريت التقرير ان ما تعرض للاختراق من قبل الروس لم يكن الديمقراطيين فحسب، انما ايضا الجمهوريين ايضا تم الاختراق والتجسس عليهم. لكن ما اريد ان اقول انه ليس من صالحه ان تتم ادانه روسيا بهذه القوه، يعني ونحن شاهدنا حتى موقفه قبل التقرير قال انها ادله بسيطه او لا يمكن ادانه روسيا. بس ما هو تعليقك ان روسيا لم تعلق حتى الان على اتهامات خطيره من كل اجهزه الاستخبارات الامريكيه تدخلها مباشره للتاثير على نتائج انتخابات الرئاسه؟ لان في 2012 تمت مهاجمة روسيا من قبل الأمريكان، الهاكرز الأمريكان، في مؤسسات مالية روسية، وقامت روسيا بتجاوز الأمر ولم يتم اتهام أمريكا بهذا العمل، فهي تتعامل بنفس السيناريو أنه لا يمكنهم إثبات شيء، فلا نضيع وقتنا في الرد على اتهامات غير موثقة. يعني أعتقد هذه ستكون لها ما بعدها، لأن هذه أول مرة تصير الانتخابات الأمريكية. أعزائي المشاهدين، خلينا نشوف تقرير عن الصحافة الأمريكية كيف غطت هذه الصحافة التطورات التي حدثت خلال يعني الأيام القليلة الماضية، وخاصة سياسة الرئيس المنتخب والتي كانت تعرضت لبعض الانتقاد. خلينا نشوف التقرير ونعود لنحلل مع ضيفينا دكتور ضافر العجمي وخالد صفوري. نقرأ في صحيفة الواشنطن بوست عنوانا بالبنط العريض حول تصريحات وتغريدات الرئيس المنتخب دونالد ترامب بشأن ما قيل من قبل معسكر الديمقراطيين تدخل وتأثير روسي على الانتخابات الرئاسية الأمريكية عن طريق القرصنة المعلوماتية، ويقدم كاتب المقال رؤيته بشأن الانقسامات الممكن أن تبرز في صفوف المعسكر الجمهوري حيال هكذا موضوع ما يشكل بداية في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب. وتتوقف صحيفة نيويورك تايمز عند النقاش الكبير الجاري حاليا بشأن برنامج الرعاية الصحية الذي يمثل أحد معالم برنامج الإدارة الديمقراطية المغادرة لأوباما. فنائب الرئيس الجمهوري مايك بينس يواصل لقاءاته وحواراته مع أقطاب الجمهوريين في الكونغرس لبحث كيفية إلغاء برنامج أوباما كير دون حدوث تأثيرات تضر بحياة ووضع 20 مليون مواطن أمريكي أو أكثر. الصحيفة أوضحت أن ذلك سيتم ضمن 4 مراحل. من الصحف الفرنسية المتابعة لشؤون البيت الأمريكي صحيفة لو فيغارو الشهيرة، الصحيفة عنونت الكونغرس الأمريكي يحضر بداية مرحلة رئيس دونالد ترامب، مشيرة أن المعركة بدأت أصلا بين الجمهوريين والديمقراطيين حول إلغاء برنامج الرعاية الصحية لأوباما كير، حيث أن افتتاح الجلسة رقم 115 في تاريخ الكونغرس الأمريكي من خلال الشروع في مرحلة جديدة أهم ميزاتها أن الحزب الجمهوري العتيد يسيطر بشكل شبه كامل على كافة السلطات بأمريكا. في ذات الاتجاه ذهبت صحيفة الموندو الإسبانية التي ركزت على تصريحات نائب الرئيس مايك بينس أمام أعضاء الكونغرس، فهو يعتبر حسب الصحيفة أن قرار إلغاء نظام الرعاية الصحية لأوباما جاء إيفاء بالوعود التي قطعها الرئيس المنتخب دونالد ترامب للشعب الأمريكي خلال الحملة الانتخابية الشرسة، فيما دعا ترامب الجمهوريين لعدم إبداء أي اعتراض على خطوته التالية إلغاء برنامج أوباما للرعاية الصحية.
أعزائي المشاهدين، بعد هذا التقرير اللي غطى لنا الصحافة الأمريكية كيف تتعامل أو تعاملت مع ترامب وتغريداته وتصريحاته المهمة التي ترسم ملامح سياسته القادمة بعد أسبوعين من الآن يصبح رئيسا الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رسمي، أذهب إلى خالد صفوري في واشنطن. خالد، يعني ما هي قراءتك في اعتقادك أنت بالنسبة إلى التصريحات، المواقف، التغريدات، كيف تقرأ في الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل تأخذ على محمل الجد، خاصة أيضا مواقفه الآن الذي يعني طلب من كل السفراء الأمريكيين المعينين، ليسوا من السلك، من خارج السلك الدبلوماسي، تقديم استقالتهم ومغادرة مقار عملهم في دول مهمة كألمانيا، كبريطانيا، كأستراليا، يعني عدة دول مهمة، حتى اليونايتد نيشنز، الأمم المتحدة، كيف تتفاعل هذه القضايا؟ هذا الموضوع تحديدا لم يحصل كلام كثير عنه، لكن هناك الكثير من الأمور الغير معتادة. عادة عندما يقوم رئيس ببعض الإنجازات خصوصا يعتبرها يعني هي شعار إدارته، مثل الأوباما كير بالنسبة لأوباما، ويبدأ الحزب المعارض بتفكيك ما قام به الرئيس لمدة 8 سنوات قبل أن يغادر البيت الأبيض، هذا شيء غير مسبوق في الولايات المتحدة، وأعتقد أنه سيسمم الجو السياسي بشكل شبه كامل. الأجواء السياسية في الولايات المتحدة والعداء بين الحزبين تصاعدت كثيرا في الآونة الأخيرة خصوصا بالعشر سنوات الماضية، لكن الآن هي تدخل في بعد جديد لم يكن معروف، وهناك استفزاز كثير، فأعتقد أنه سيكون هناك صدمات قد تخرج عن الإطار المألوف في العمل السياسي الأمريكي. وما قام به يعني هذه التعيينات عادة لا تحصل، لأنه الدولة يهمها أن يكون هناك فراغ سياسي في الدول الأخرى، يعني وزير الخارجية لن يبدأ عمله إلا بعد أن يقسم الرئيس القسم الدستوري، وبعد ذلك يقوم بتعيين السفراء. هذا الموضوع يأخذ وقت، لأن يجب تقديم قوائم السفراء للدول الأجنبية، توافق عليه الدول الأجنبية حسب البروتوكول رئيس الدولة أو الرجل الأول في هذه الدول، ومن ثم يذهب السفير خالد لأداء القسم، وهذا قد يستغرق 3 أشهر أو أكثر. خالد، فسيكون هناك فراغ سياسي في كثير من الدول المهمة، وهذه مشكلة كبيرة. خالد، يعني طبعا انت ذكرت باختصار يعني ان هناك سيكون في فراغ في الدبلوماسيه الامريكيه في عواصم مهمه وحليفه للولايات المتحده الامريكيه، هل هناك في تصور بان ترامب يحاول ان يعني يلغي كل اللي سواه تقريبا اوباما كما يتهم من قبل الديمقراطيين؟ يعني اول مره السفراء يطلب منهم المغادره قبل ان يعطوا فرصه للصيف على الاقل، عندهم اولاد، مدارس، منازل، تاجير، يعني فباعتقادك ما هي القراءه في واشنطن لماذا يقوم ترامب بهذه الخطوات التي غير مسبوقه في التصرف مع خاصه السفراء في الدول الخارجيه؟ هو جاء مدعوما بأقصى اليمين، وأقصى اليمين يكره ترامب، يكره الرئيس أوباما، وكثير منهم شككوا في أصوله أو إذا كان أمريكي وأنه مسلم بالسر وكل هذه الأمور، فهو يتعامل مع هذا الرئيس كعدو للولايات المتحدة، وهذا اليمين الذي أتى بترامب إلى الحكم يعتبر الرئيس أوباما عدو للولايات المتحدة، وهو جزء من مؤامرة لتدمير الولايات المتحدة، فهو يريد أن يقضي على كل إنجازاته حتى لو كان ذلك بطريقة مهينة، ليس في احترام لمنصب الرئيس الأمريكي، وهذا لم يكن عادة يحصل. خالد، أشكرك، كنت معنا من واشنطن. خالد صفوري، محلل الحصري برنامج شرق البيت الأبيض عن الحزب الجمهوري، أشكرك خالد، نلقاك إن شاء الله في حلقة القادمة. نذهب إلى تقرير الآن، يعني قبل أن أعود إلى ضيفي في الاستوديو دكتور ظافر العجمي. بين التشكيك في تقارير المخابرات الأمريكية والإعجاب المبطن بشخص بوتين، يذهب الرئيس الأمريكي الجديد نحو سياسة مختلفة إزاء روسيا. توجهات ترامب ليست محل ترحيب من كافة الجمهوريين في حزبه، وهي مرفوضة تماما من قبل، وهو واضح من مواقف الحزب الديمقراطي. فإلى أين تتجه العلاقة بين واشنطن وموسكو في ظل حكم ترامب القادم؟ نتابع أعزائي المشاهدين هذا التقرير، ثم نفتح النقاش حول هذا الملف الاستراتيجي المهم. We'll be right back.
بين البيت الأبيض في عهد ترامب والكريملين بقيادة بوتين. يطرح السؤال العريض، كيف ستكون العلاقة بين قوتين عظميين تميزت علاقتهما بالعداء طيلة عقود من الزمن مع قدوم سيد البيت الأبيض الجديد؟ قبل يومين كشفت وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA تورط الرئيس الروسي شخصيا في التدخل في الانتخابات الأمريكية الأخيرة من أجل تشويه الديمقراطية الأمريكية والحؤول دون فوز الديمقراطية هيلاري كلينتون. ترامب لم يتردد في التشكيك في تقارير المخابرات وكأنه يبرئ موسكو من التهمة. تغريدات ترامب بهذا الخصوص أثارت ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية الأمريكية. المشرعون وكبار مسؤولي المخابرات الأمريكية شكلوا جبهة موحدة ضد وجهة نظر الرئيس الأمريكي المنتخب حول قرصنة روسيا لأحزاب سياسية في أمريكا، وأجمعوا على أن روسيا تمثل تهديدا خطيرا للولايات المتحدة الأمريكية وأنها ضالعة في قرصنة الانتخابات الرئاسية الأمريكية. بل إن المرشح الرئاسي الأسبق والسيناتور الجمهوري عن ولاية أريزونا جون ماكين قال إن الولايات المتحدة لن تستطيع تحسين علاقاتها مع روسيا إلا عبر إظهار مزيد من الصرامة إزاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقد سبق لترامب أن أثنى على رد فعل بوتين إزاء العقوبات التي فرضها أوباما على موسكو وطرده 35 دبلوماسيا روسيا على خلفية التهم بالقرصنة. إذن ترامب يجد نفسه بين نيران صديقة وأخرى من الخصوم، وكلها ترفض توجهاته نحو روسيا بالشكل الذي يعلنه عبر منصته في تويتر. فهل يستطيع ترامب أن ينجح في حل هذه المعادلة الصعبة؟ تحسين العلاقة مع روسيا المتهمة بالتجسس من أعلى سلطات فيها من جهة، ومن جهة أخرى إرضاء مؤسسات الدولة الأمريكية وفي مقدمة الكونغرس والمخابرات. ليس هذا فحسب، ترامب يفتح على نفسه أكثر من جبهة عشية تسلمه منصب الرئاسة، ولا شك أن طلبه من السفراء المعينين من قبل أوباما مغادرة مهامهم فور توليه الرئاسة، وأيضا إصراره مجددا على أن تدفع المكسيك تكاليف بناء الجدار الفاصل بينه وبين الولايات المتحدة، كل هذا يجعله محط انتقادات شديدة، وقد يجد نفسه أمام نفق مسدود عندما يناطح المؤسسات التقليدية داخل بلاده من أجل تنفيذ ما وعد به. إذا أفق المواجهة دكتور ظافر بعد التقرير هذا، ما في رأيك؟ إدارة ترامب قادمة بعد أسبوعين، هناك على تويتر كلام طيب من ترامب تجاه بوتين وتجاه روسيا، يجب أن نتعاون معا لحل قضايا العالم، هل ترى أنها هي أقرب للتعاون أم هي أقرب للمواجهة في حرب الباردة بينهم؟ لا بدون شك هي مواجهة قادمة، الدليل أن التقرير الاستخبارات الذي خرج تم إزالة أجزاء كبيرة من هذا التقرير لم تذكر، وقالها رئيس السي آي إيه عندما خرج في مؤتمر، قال سننشر ولكن نزيل الكثير من الأسرار، من ضمنها الإجراءات التي ستتم بناء على هذه الفقرات التي أزيلت. ما أريد أن أقوله أنه في الجانب الأمني أفق ما سيجري في الجانب الأمني خصوصا هو راح يكون التركيز عليه، يعني مثلا الفضاء الرقمي هو الذراع الرابع للجيوش، أصبح إذا كان هناك برية بحرية جوية أصبح السايبيري أو الفضاء الإلكتروني هو الفضاء الرابع. شاهدنا ذلك حتى في وقت مبكر قبل 10 سنوات، احتلال العراق حيدوا الضباط العراقيين بأن أرسلوا لهم، دخلوا على الشبكة العسكرية وأرسلوا لهم إيميلات يهددونهم بأننا سنفعل كذا وكذا. شاهدنا ذلك أيضا عندما قامت روسيا بشل أستونيا في 2007 شللا تام، شاهدنا ذلك في أكثر من مكان. ما أعتقد أن العالم بحاجة إليه أو سيسعى إليه هو مبادرة ضبط التسلح الإلكتروني مثل ضبط التسلح النووي، أيضا سيسعون إلى إخراج مثل هذه المبادرة. أكد على ذلك أنه نعم، في عين فريق لهذا المبادرة. هذه المبادرة يجب أن تتم وسيستعجل الطرفان لإخراجها، قد يكون من الخير لدول العالم مثلنا الذين لا نستطيع مجارات بعض الدول. يؤسفني أن أقول أن محيطنا الإقليمي هناك دول تملك إمكانيات ليس لنا
قبل الوجوه في, في الوجوه في الوقوف في وجهها، لكن مبادرة ضبط التسلح الإلكتروني هي السور الذي سيحمينا كما حمانا نزع التسلح النووي من منطقتنا. صفتك خبير في الشؤون الخليجية، كيف يؤثر هذه المواجهة القادمة كما أنت تصفها بين أمريكا وروسيا على الأمن الخليجي وعلى دور دول المستعان الخليجي والأمن في منطقة الخليج العربي بالتحديد؟ نحن ضحية لهم كما قلت، نحن ضحية للهجمات الإلكترونية، لكن هناك بناء للقدرات الخليجية في الحرب الإلكترونية أو السيبيرية. يعني أتذكر شيء حدث أن مثلا في الكويت عندما وضعنا الاستراتيجية الدفاعية والاستراتيجية الأمنية في 2004 كان هناك بند للحرب السيبيرية، فكان هناك إدراك واعي لأن هناك حرب قادمة. ما يجعل الأمر هين في هذا المجال أننا نستطيع إنجازه هو أن 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 الحرب الإلكترونية كلفتها قليلة ودمارها كبير. هذا أمر. الأمر الآخر الأمر الآخر هو أنه يصعب إثباتها على من قام بالهجوم، يمكن التملص من هذه الحرب. هذا يجعل لنا مجال في الدخول في هذا المضمار، وكما قلت لك كان هناك إدراك مبكر لضرورة هذا الأمر. أذكر من 2004 ونحن نقوم بذلك. هذا الخطر القادم، أنا من الداعين إلى تفعيل مبادرة ضبط التسلح الإلكتروني أولا، وأن تكون دول مجلس التعاون من يدعو لها بين دول الإقليم حتى نضمن على الأقل ما هو قريب منا. لا يخفى عليك وعلى مشاهدك الكريم أن إسرائيل تملك قصب السبق، إيران تأتي بعدها، هناك الكثير من الدول التي لا نعدها في صفنا تمتلك مقومات وإمكانيات في هذا المضمار. مطلوب منا أننا أيضا أن نبادر في إذا لم تطرح السيبيرية الإلكترونية القادمة، إذا لم تطرح على مستوى العالم على الأقل نطرحها نحن على مستوى الإقليم، كما طرحت مبادرة جعل منطقة الخليج خالية من أسلحة الدمار الشامل، بإمكاننا أن نطرح مبادرة ضبط التسلح الإلكتروني، بإمكاننا نقوم بذلك. وللأسف أن هذا هو سلاحنا الوحيد حاليا، هو الضمانات الدولية أو الأممية، لكن أن نقوم في وجه هذه الدول نحن إن شاء الله قادرون، لكن تحتاج إلى جهد أكثر من جهد أممي يضبط الأمور. دكتور ظافر أشكرك، كنت معنا يعني دكتور ظافر العجمي المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج. نلقاك إن شاء الله في الحلقة القادمة، نتكلم عن يوم التنصيف في 20 يناير، نتكلم عن أيضا إدارة ترامب والأمن الخليجي إن شاء الله. شكرا على مصاحبتك لنا دكتور ظافر. أعزائي المشاهدين، نتكلم الآن عن ترامب وبوتين، يعني هم أضلاع ثلاثة حول بؤر الاهتمام السياسة الأمريكية في البعد النفطي وبعد التجارة، وكذلك ما يمكن أن يكون هناك حسب كثير من المراقبين ترامب يعني قد ينحاز لبوتين على حساب سمعة يعني المؤسسة الاستخبارات الأمريكية. ولكن يعني بالتحديد نريد نتكلم الآن عن موضوع مهم، وهو عن ما يتعلق بالبعد النفطي وسياسة النفط القادمة، خاصة أن روسيا الآن دخلت في موضوع خفض إنتاج أو تصدير النفط، وكذلك دول التعاون الخليجي، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية. ما هي السياسة الاقتصادية والنفطية القادمة لإدارة ترامب خاصة مع روسيا؟ سنتابع في هذا التقرير، ثم نعود لنحلل مع ضيف آخر ينضم إلينا خبير نفطي في الاستوديو.